ايوه هذا هو البوس. طيب يا اخوان كلكم شفتوا النهايه كيف كانت، وانا وعدتكم اني انزلكم شرح اشرح لكم كل شيء بالتفصيل، وبالفعل هذا اللي حيصير بحلقتنا اليوم. راح نشوف التحديثات والتغييرات اللي نزلت، اشياء خطيره كتير، وبالاضافه الشرح للقصه بشكل كامل بالنهايه. فايش لك تسوي ما نبدا؟ لايك وفانتو بيبسي وسبسكرايب، صلي على النبي، وخلينا نبدا. اخوان انا كنت اخر مره مرسبين هون بهذا البنكر ولازم اني نام يعني اول شيء، فخلينا ناخذ لنا غفوه. صار في شغله من الاضافات انه هلا ما عاد فيك تنام مباشر بشكل كامل، يعني تعمل سكيب دايز. نحن كنا نستغل هذا الشيء لحتى ايش؟ نوصل لايام اكثر، يعني مثل ما شايفين واصلين احنا اليوم 56. طبعا ومثل ما لاحظتوا قبل شوي كان طالع لي تحت فايند ذا بوفون فاميلي، في عيله لازم ندور عليها ونجدها. خليني اشرح لكم باختصار عن التحديثات الموجوده، بس صوت الاغاني هون شوي ازعاج. اوكي، اول شيء يا اخوان طالع بالاضافه مثل ما شايفين قدامكم، ضافوا شيء اسمه البيناكيولار يلي هو المنظار، وبالاضافه انه ضافوا طائره شراعيه، هيك اللي فهمته انا يعني شيء له علاقه، فاتوقع شيء راح يكون ضخم الطائره الشراعيه ولازم نجربها. وضافوا اضافات للوول او للسور تبع اللعبه، وضافوا بوس جديد راح يكون باحد البناكر راح ندور عليه كمان بهي الحلقه. فيرجينيا كمان ضافوا لها لبس جديد يا اخوان، وصار فيك تقفل باب البيس تبعك مثل الجزء الاول. هالجزء ما كان فينا نقفل باب البيس، هلا صار فيك تقفله. طبعا اضافات كثيره، بس انا راح اعطيكم الشغلات المهمه واللي منها انه غيروا شوي بطور القصه، عدلوا عليه، اللي راح اشرح لكم عليه بالنهايه اذا ضل معنا وقت بهي الحلقه. والاضافات الثانيه هي تحسينات فيك تقراها. فخلينا نبلش باول مهمه، نشوف المنظار وندور عليه وين ممكن نلاقيه. هل ممكن نكرفته؟ نطلع من هذا البنكر. اوكي، فينا نسوي شيء هون يعني؟ لا حاليا ما ضايفين اي شيء على هاي. تخيلوا اكون انا بالبنكر هلا اللي هو فيه بوس، احس لا في بوس هون ولا في شيء. بس اوكي، عرفنا انه هذا البنكر ما فيه بوس، ومنيح انا كنت مرسبين فيه، فراح اطلع من هون بسرعه. يا اخوان ايش هذا اللي جاي باتجاهي؟ خوفتني يا بكري، كيفك بكري؟ اشتقنا لك يا اخي. نروح باتجاه المكان اللي لازم، او مكان بيسنا. طبعا كان يفضل انه يفيقوني الصبح، يعني كان طلع التحديث بشكل افضل يا اخوان، فلذا راح احاول اني نام او استنى ليطلع الصبح مشان اشرح لكم عن التحديث بشكل افضل. انا جاي اقسم بالله تخوفني، فكرت في شيء واقف هون. بيتنا العزيز، بيتنا الغالي. اوف، لك بسكوتي مكمل البيت يا اخوان. اوكي، هلا بنشوف كمان بيت بسكوتي مرجيكم اياه، لكن خلينا نروح بلكي يسمحوا لنا ننام، يعني الكول داون ما يكون كثير كبير. اوكي يا اخوان، فينا لكم هلا صباح الخير، يعني نوعا ما طلع الضوء. اوكي، فاول شيء خلينا برحلتنا نروح نشوف مين بيت بسكوتي. صباح الخير فيرجينيا، وين يا اخوان؟ اكسكيوز مي يا اخوان، وين فيرجينيا؟ لو ما في فيرجينيا شباب، الو، معقول شيء له علاقه بالتحديث؟ والله شيء غريب، لانه اخر مره انا متاكد مليون بالمليون انه كانت موجوده. ما ادري والله يا اخوان، اخاف تكون حدا قتلها، لانه انا كنت يعني افك لحتى بسكوت تكمل البيت تبعها. طبعا مثل ما شايفين بيت بسكوت المتواضع، في عندنا هون الطابق الاول، وهون بلكون صغير، وهون كنا رح نسوي المستودع تبعنا يعني. اوكي، وبعدين في طلعه لهون، نفس الديزاين هي كان بدها تسويه كمان تعلمته للمي، هذا الطابق الثاني. اوكي، وفي طلعه كمان لفوق، والبسكوت كيف تطلع لفوق طيب؟ يمكن لسه ما كملته شباب، انه انا شايف هون انه هي عم بتسوي طلعه، وفي عندها طلعه لفوق، ولاي السقفيه منظر ما بينسكن فيها، كاني منظر شباب ما ينسكن فيها. طيب خلينا نشوف بالكرافتنج ايش نازل جديد. حاليا لا، ما في شيء جديد، ما في شيء جديد. طبعا بالدفتر ما في اي شيء جديد نازل، حرفيا بالدفتر ما في اي شيء جديد نازل عنا. ضافوا لنا شيء على الانفنتوري تبعنا؟ الاكل كله خربان. كب يا اخوان، كب 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 كب. والله بيني وبينكم ما في شيء جديد، بس اللي شفته انه كان الكروت ينحطوا هون، صاروا الكروت ينحط هون مثل ما شايفين، معناها انه في شيء نازل جديد راح ينضاف هون اللي هو المنظار. اوكي، وما بعرف من وين بدي بلش انا مشان المنظار. هاي فيرجينيا يا اخوان، اجت اجت فيرجينيا. يا شيخه والله العظيم خوفتينا عليكي، لا تسوي هالحركات ثاني مره ولو يا خربنا الدنيا. انت شوفت عينك، في عندك شيء جديد فيرجينيا بالاضافات؟ او يضافوا لك لبس جديد؟ اولي ما عرفت منين اجتني يا اخوان، بس شايفين لبس الجديد؟ شوفوا شوفوا يا اخوان، هذا كل لبس فيرجينيا. اي واحد نلبس العسكري ولا هذا؟ لا خلينا نلبس اللبس الجديد. اوكي، تلعبي فيرجينيا تلعبي، ولكن فيرجينيا في عندك مشكله انت، تعالي شوي، انت ليش دائما الجهاز تبعك ما يشتغل؟ قالوا البنكر تبع الاكل هو اللي راح يكون فيه هذا الشيء، فراح نروح على هذا البنكر اول شيء، وبعدين هذا، وبعدين هذا شفناه، هذا ما في داعي، فمعناها هالبنكر وهالبنكر، ومشان نخلص خلينا نروح لهون مباشر. اخوان انا عم اتمشى هون، لمحت حدا؟ متاكد اني لمحت حدا؟ طلع الوسخ صاير لونه، وات ذا هاك؟ هلا انت حل عنا شوي برو، هذا شخصية جديدة يعني؟ والله شكله شخصية جديدة يا اخوان،
شايفين هذا، هذا واحد من اكلين لحوم البشر بس المدرع نفسه بجسم. او ماي جاد، بسم الله الرحمن الرحيم. عندك 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 عندك. حلو، لا تعيطوا لا تعيطوا لا تعيطوا، ترى والله العظيم انا طالع على الشجره. احس يا اخوان شخصيات اكلين لحوم البشر باللعبه، اوكي، انه بتفهم يعني نوعا ما هن بشر بس هن اكلين لحوم بشر وبيفهموا، بس ما عارف ايش حاطين اكلين لحوم بشر. قالوا ضافوا شيء للهيت شوت، له علاقه بالهيت شوت، يعني اذا ضربت واحد هيت شوت راح يصير شيء بس ما ادري ايش هو. خلينا اليوم نلعب بس ايش بالكتانه، بما انه يعني اخر شيء لقينا الكتانه وما استمتعنا فيه. يا اخوان لا تلحقوني، ترى بدنا نجرب الكتانه بعدين. يلعب الكتانه، يلعب يلعب يلعب. اوه ماي جاد، شو شلت له راسه. يلا سلامة سلامة سلامة، هوس ولا صوت. حاج تعيطوا، ترى انا مشغول والشباب رعيفهم، ما بدي التهي فيهم شباب، ترى والله العظيم هذول مشكلة هلا. اوكي يا اخوان وصلنا للبنكر الاول، البنكر الاول هو البنكر هذا، اتوقع هو بنكر الاكل. تذكروا المطعم هيك بيكون في اكل كثير لقينا فيه، هذا هو بنكر الاكل. وهون قالوا انه ضافوا البوس الجديد، فاتوقع كتانا ما راح ينفع، لازم سلاح. هو بالعاده ما بيكون في هون وحوش لهالبناكر، لانه هدول يعتبروا انه ملاجئ، يعني انه نحن سوينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي هن قالوا ضافوا بوس هون يا شباب، لازم هذا بنكر الاكل اللي فيه البوس. حاليا ماني شايف اي بوس بالبنكر، راح احاول امشي من هون. كان في بيبيز، هدول هن اسحب عليهم وكمل. شوف الاضاءة صارت احسن جوا البنكر نوعا ما. هذا مو بوس، هذا يعتبر يا اخوان، هذا من زمان موجود، انا ماني منتبه دمي له. اوكي يا اخوان اذا بده يكون في بوس لازم يكون هون البوس. كاني اتغير، قعدته على الكرسي. شوفوا منظره كيف صاير يا اخوان، اول مره هيك بشوفه هيك بعد ما يتحولوا. فاونت، ايوه هذا هو البوس. وات ذا هيك، هلو؟ او ماي جاد، قديش فخم البوس راح يكون؟ لا لا لا، ثواني ثواني ثواني، انا لازم اظبط دروعه معنا هاي يا اخوان. اوكي لبست دروعتي هلا ومجهز حالي للبوس، تمام؟ والافضل منظر كثير هذا، بدي اجهز قنابل اول ما يطلع البوس مباشر، يشوف له قنابل من مكان الطلعه تبعه. طبعا هلا الزعيم لازم يكون هون طالع قنابل. شوف شلون بتنط يا اخوان، مضطر يعني. اوكي ايش اسوي فيهم يعني؟ اوف هذاك ما مات بقنبله، ما مات بقنبله ثانيه. طبعا يا اخوان تذكر افضل شيء انك تحتمي بالمي لانه هن ما بيعرفوا يسبحوا. اوكي افضل الشيء بالمي لانه ما بيعرفوا يسبحوا. يمكن ماتت وكم ماتوا. ليتس جو بالزيز. طبعا مثل ما شفتوا عندهم حركه انه بينطوا عليك بسرعه بحركه واحده، انت خالص منتهي. هلاك الاضافه حلوه. طبعا اللي مو مجهز حاله مثلنا نحن مختمين اللعبه، شوفوا حرفيا كم قنبله ضل معي. والله يمكن ما ضل معي غير قنبلة واحدة يا اخوان، يعني روحت كل قناة، لا هون القنابل عفوا، آخر قنبلة ضلت معي. بدي أحاول إني أقلبه أقلبه على هذا، شوف وجهه لهذا. كمان وجهه ممسوح يا اخوان، هذا واحد من الضيوف. طبعا ما عم يعطي شيء غير الجلد، أنا ما بعرف ليش تدرعت بصراحة، بس صاير منظري مثل اللمبة يعني. بوفون؟ ها شباب، هي هي بوفون فاميلي. هدول الاثنين هون كانوا، شوفوا مكتوب كله بوفون بوفون بوفون. اوف يا اخي، معناته نحن وي فاوند بوفون فاميلي. اوكي ميشن كومبليت، ميشن كومبليت. والله كان بدي اني احاربهم يعني بقوه اكبر، ولكن بوفون فاميلي قويين جدا بصراحه. يعني انصحك اللي بده يجي على هذا البنكر، يا اما تسوي الحركه يا اما لا تفيت، لانه راح تاخذ واحد هيت شوت انت ودمك فل وتموت في ارضك. طبعا معناها هي بتكون رساله هون نحن قراناها من قبل، هي بتحكي عن البوفون فاميلي او هدول العائله، وانتهينا منهم هلا ولقيناهم. اوكي شيء جميل. طيب المنظار وين بنشوف المنظار؟ طبعا انا راح اطلع، خليني اشلح هاي.
هلا والله بيني وبينكم، ثواني خليني بيني وبينكم انه هذا الدرع بيلمع كتير، فخليني الجولدن ارمي اللي هو ما بيفيد ابدا باي شيء، ولكن بس مشان يحميني يعني من بلا اضاعه. يعني راح نروح على البنكر الثاني. هلا المنظار الزماله هنا ما راح يكون جدا مهم، اهم شيء انا كان ببالي اني نشوف البوس وينه. هي ما هاي بنته لحدا يا اخوان، مرته لحدا، يعني حدا لازم اخلص معي لحدا. اه لك هاي سوري والله يا معلم، سوري يا مدير، سوري اسف اعتذر منك يعني. طبعا يا اخوان انا عم اتمشى وراجع البيت، هاي القبيله اللي هون تمام علقانين مع بعضهم، تعرفوا انتوا القبائل بيكونوا علقانين مع هذول، ما بعرف ايش صاير لهم، جايبين العيد ببعض. شوفوا المنظر، وات ذا هاك مان دود مان. شباب انا ما دخلني يا اخوان، اوكي انا بس بدي اورجي شغله للتشات، اوكي بس بدي اورجي شغله للبث، بس بدي اورجي شغله لليوتيوب، اوكي خذوا هالقنبله استمتعوا فيها وان شاء الله. لا اوكي يا اخوان ايش احسن لهم هذول؟ لا 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 رح اموت رح اموت هيك رح اموت رح اموت هيك رح اموت رح اموت رح اموت يا اخوان دول عم يضلوا يلحقوني. عم يضلوا يلحقوني المشكله. اوكي خليه يجي هذا. وان ديد مات 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 نصه يا اخوان ما مات. اوكي لا اوكي في على هون. لا يا ليل ام الحماس وتكون هيك لوحدك. موت الله يخليك موت يعني موت. شوفوا يا اخوان الواقعيه انه مو صقيع وبرد بعد ما كسر الخيمه نضل الصقيع. هلا بكري بس تاخرت قلبي. هلا انا ما بعرف انه هن بعد ما يقتلون هن هيك بيعلقوهم الوحوش، بس ما اتوقع الوحوش عندهم قوه هالتفكير. انا في سلاح لازم انزله على المعركه تاركه وساحب عليه اللي هو الاونكر ريفولفر. طلع فيني اكسر الثلج كمان اي لايك. بس الوحش والضرب ما كسر الثلج. حلوه 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 اضافه وحلوه وتلعب ما عاد زي ما كنا منتبهين عليها نحن من اول. المهم انا كنت جاي لهون وشفت شغله بطريقي. اوكي وينها وينها يا اخوان وينها؟ هذا هذا هو هذا القبر. نجرب نحفر عنده ايش راح يطلع لنا. تصور نلاقي شيء في قبر. اوكي زين بجوز يطلع موارد بجوز يطلع شيء فاضي، بس اتمنى يكون شيء له علاقه بالابديت شيء نادر. موارد اوكي يعني بس، ولكن انه اوكي يعني تحمست انه بلكي شيء جديد. هلا فعليا اوكي شباب فعليا في عندنا شغلتين مهمتين هن المنظار وشغله ثانيه مهمه يلي هي الطايره الشراعيه، وبالاضافه مثل ما شايفين واخيرا ظبطوا فخ الاسماك صار يصيد، معناته انا هون لازم فخ الاسماك تبعي يكون صايد شيء على اساس هيك بيقولوا، على اساس ظبطوهم وصار يصيدوا سمك يعني، ولكن ما لسه ما حاليا ما يصيد. ووين بدنا لوجات؟ مهم جدا نجيب لوجات. اول شيء بهذا بدي اجرب شباب شغله. ايوه شايفين صار فينا نقفل ونفتح الباب. ليتس جو ما عاد نفتح الباب وهذا احلى شيء. ايوه طيب ممتاز اوكي بدنا لوج. هلا نشوف ايش الاضافه الجديده على السور تبع الصين العظيم. وين المنشار اسهل شيء؟ حرام هذول الشغلات كلها ما جربناها يا اخوان بالتحديث اللي راح. بعد 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 بكري احسن ما تاكل ضرب على راسك. اوكي تمام يا اخوان. هلا هذا الشيء فيني اضيفه على السور عندي كاضافه تحسينات مثل ما قالوا. ما فينا نضيف شيء على السور والله يا شباب، حاليا ما شايف اي شيء في اي شغله، بس الوحيد اللي ما عرفنا نضيفه وما عم نعرف نضيفه لهلا وما في اي شيء ثاني لهلا يا اخوان. بعد التمحيصي والطفحيص اوكي عرفت لكم كيف فكره انك تطور السور تبعك. خلينا نشيل هات اوكي ونزته على الارض وجيبها يا معلم قصة بالنص اوكي، وجيب هي القطعة وهي القطعة هي اللي بدها تركب على السور، ولكن ما اعرف ليش ما عم تركب من عن السور تبعنا، يعني على الاغلب هي القطعة لازم تكون بالنص يعني تنقسم لقسمين نشوف من جوا ما بعرف ليش. ولكن كل ما تحط خمسة لازم تركب هي القطعة وبيمشي الحال. اذا ضفت هي الشغلة اتوقع انه راح يصير في بوابة للبيت يعني جيت نظامي مثل الجزء الاول تذكر وقت كنا نسوي جيت، ولكن ما عم يركب معي الجيت انا ما ادري ليش. يمكن قلت لي تعال معي لوين؟ قلت لي تعال معي شباب يلا ليتس جو عليهم عليهم فيرجينيا. انا ما عندي شغله وعمله هلا تارك التحديث كله بدي الحق فيرجينيا. وات
يعطيك العافيه، ما كنا بنعرف هذا المحل فيرجينيا، وتشكرك معنا. بس شغله حلوه قالكم عليها، انه فيرجينيا يا اخوان بتاخذك على اماكن اللي انت مانك مستكشفها، او المخيمات اللي هيك مانك مستكشفها فيها شغلات، فهي على اساس مستكشفتها وبتجي بتدلك يعني. فلا تاكل هم اذا ما كنت مكتشف اي مكان، فيرجينيا رح تجي لحالك هي تاخذها. طبعا يا اخوان حسب ما فهمت كمان بالتحديث اللي نازل، اوكي، انه ضايفين البوسات او الوحوش صاير دمهم اقوى ومضعفين الشدقن، مشان هيك الوحوش وقت فيت معهم قبل شوي كانوا ضعيفين، اوكي؟ وبالنسبه للبناء في كتير شغلات ضايفينها للبناء، بس اكيد ما رح نقعد نبني، يعني انتم بتحسنوا تستكشفوها لحالكم. ويلي لسه عموم ختم طور القصه قالوا عدلوا شوي على طور القصه او ضافوا شويه عناصر رح تغير بطور القصه، يعني انه بلكي تنشرح بشكل اكبر. طبعا يا اخوان انا ورايح بالثلج عم دور على شغله، اكتشفت لكم شيء مكان جدا رهيب هون بالمكان، شايفين هذا المكان جدا حلو للبناء، هاي المساحه اللي هون والله انها اسطوريه، عندك مي هون، يعني مكان جدا حلو، فاللي حابب يبني ويجرب شيء جديد يجي يبني بهذا المكان. طبعا يا اخوان انا هدفي انه جيت لهون قلت بلكي لاقي شيء بهذا المكان له علاقه بالمنظار، مع انه هذا اول واحد لقيناه ما في منه فائده، انه بصراحه ما بعرف وين مكان المنظار او الطائره الشراعيه كيف ممكن تكرفتها، فقلت بلكي يكون هون له شيء على، وطلع لا. اوكي اللي قررت اني اسويه اني ارجع عند الطياره مثل ما شايفين، بلكي عند الطياره يكون الشيء اللي بدي اياه اللي هو المنظار، ممكن يكون مثلا وجود هون بالبدايه لانه كاد لا 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 طبعا منظر كثير كريبي يا اخوان، المنظار جدا سيء، ما بعرف كل ما الاقيه عم يسوي لي جليتش. شوفوا اوكي بطلع فيه نظامي، مو هالاضافه الفخمه اللي بيعرف شباب وين مكانه يكتب تحت بالتعليقات، شوفوا شو عم بيصير لاعبي، شايفين؟ وبس اعمل سلاح ما بعرف ليش هيك عم يسوي المنظار، عم يسوي هذا الجليتش. اني واي اوكي، وبالنسبه للطائره الشراعيه راح اورجيكم قديش فخمه احسن من الجزء الاول مهتمين فيها، فيك تتنقل فيها بشكل اسرع، ولكن مشكلتها انه ما بتتكرفت هي اوبجيكتيف بتلاقيه يمكن، ولكن الفكره تبعه انه كثير حلو راح اورجيكم اياه. وبالاضافه الشرح للقصه على السريع يا اخوان للناس اللي ما فهمت القصه، اوكي؟ بالبدايه مثل ما شفتوا نحن جينا بطياره على هي الجزيره، وراح تشوفوا ان الطياره تم اطلاق النار عليها وهبطت على الجزيره، وفقت انا ومعي كيلفن بس وبلشنا نشتغل على حالنا وندور، نحن مرتزقه جايين ندور على مين؟ على العائله اللي شفتوها اول شيء كمان بالتصوير، يلي هي الاب وبنته والمرأة. طبعا مثل ما فهمنا انه فيرجينيا هي البنت، نفس الاسم الموجود على الحاسوب، فيرجينيا هي نفسها فيرجينيا، فيرجينيا ما راح اروح عم احكي القصه للشباب، اوكي؟ عيب يعني، اوكي؟ خلينا محترمين. فيرجينيا طور القصه بتمشي فيه انت شوي شوي، بتلاقي دفاتر، بتلاقي وراء، بتوصل بالاخير لما كان بتبلش القصه شوي تنحرف، انه برجوك انه شياطين وما شياطين، بعدين مكعب ومكعب بيطلق على شيء ثاني وانت هون بتضيع، فجاه بعدين بتنتقل. اوكي راح احكي لكم شو اللي انت فوتته. اللي فوتته يا حبيبي انه بهدول الاوراق هن كاتبين لك شرح بسيط عن القصه وبتفهم منه القصه. فمثلا باحد الاوراق راح تشوف انه كاتب لك انه نحن جينا لهون كرمال هذا الشيء ومصور الذهب يلي بتلاقيه بالكهوف، اتوقع انه هي الجزيره مليانه ذهب وصاحب هي الجزيره هو ابوها لفيرجينيا وهن يعني مستحلين هي الجزيره. وشو بيربطها بالجزء الاول؟ الجزيره تبع الجزء الاول العلماء اللي كانوا فيها بعد ما انفضحوا اتوقع انه اجوا صاروا يشتغلوا مع ابوها لفيرجينيا بهي الجزيره وصاروا يكملوا ابحاثهم يلي هن هون، والشغله كلها يعني مثل ما نقول بزنس بزنس وفلوس. طبعا ابوها لفيرجينيا قرر انه ايش يطور شغله وقرر يسوي المكان هذا منتجعات، فمثل ما بتشوفوا كمان في احيانا بتلاقي صكوك واجارات واماكن لتاجير غرف فخمه واسعار خياليه على هي الجزيره، وراح تشوفوا انه في عمال. طيب ايش اللي صار؟ ليش العمال بيموتوا؟ حسب النظريه اللي انا فهمتها يعني ليش هدول الناس بلشت تموت وتتحول، في مثل شيء عم بيصير كل فتره 8 اشهر مكتوبه كمان باحد الاوراق، بتجي مثل قوه او موجه تمام بتخلي هدول الاشخاص يتحولوا، مثل ما شفنا باحد الكاميرات او المكان اللي حتى قتلنا فيه هلا عائله بوفون، راح تلاحظ انه كانوا قاعدين بالسهره وفجاه بلشوا يتحولوا، ولكن اذا كنت قريب من هذا المكعب اللي شفناه بالنهايه، هذا المكعب هو المكان الوحيد او اذا كنت قريب منه لمدى معين بيحميك من هي القوه. طيب وشو علاقه تيمي وابوه على هي الجزيره؟ تيمي اجى على هي الجزيره لانه مثل ما شفنا بنهايه الجزء الاول تيمي قبل ما ينتهي الجزء الاول طلع على ايده لانه كان في وحش جواته، فهو اجى على هي الجزيره مشان يعالج نفسه.
وهي الفكرة اللي موجود فيه تيمي وأبوه داخل هاي الجزيرة بتلتقوا، إنه راح تلاحظ تيمي آخر شيء عنده عداد وهو حاسب الوقت وفهمان كل شيء وبيعرف كل شيء عن هاي الجزيرة، وجا لهون حتى يعالج نفسه. طب زاك إيش تفسر لنا الشيء اللي طلع داخل المكعب؟ اللي الشيء طلع داخل المكعب، أتوقع المكعب يا إخوان بيعطيك نظرة لأبعاد تانية، يعني لعوالم تانية، وهذا الشيء اللي انفتح فهو يعني مثل ألقينا نظرة على عالم تاني قبل ما نتحول. ولح نلاحظ بنهاية المقطع وقت كنا أنا وتيمي تخبينا، بترقد في منهم، بترقد معكم فيرجينيا، وبيرقد كليفن بيتخبى، وبيرقد الشخص اللي أوص على تيمي ونفس الشخص اللي ضربني بالبداية. وبعد ما تخلص هاي الأشعة وهذا الشعاع بنفتح المكعب وبنلاقي هذا الشخص تحول لوحش. فنظرية إنه هذا المكعب بيحميك، وكل 8 أشهر أو 8 أسابيع على هاي الجزيرة بتصير ضربة، كل شيء موجود عايش على هاي الجزيرة بيتحول لوحوش. بس ما بعرف ليش هذا الشيء ما بيأثر على الحيوانات، طيب ما في أي تفسير. وراح تلاحظ انه اغلب العمال اللي كانوا موجودين على الجزيره انتحروا لانه ما بدهم يتحولوا بعد ما اكتشفوا هذا الشيء. طبعا هذا الشرح بسيط يا اخوان، وبالاضافه اني راح ينزلوا الشرح كامل بعدين شوي شوي بيعدلوا بيطوروا القصه. فاتمنى تكون عجبتكم يا اخوان، لايك وفانتو وبيبسي وسبسكرايب، صلي على النبي وجهز حالك لتحديثات اقوى. بوش يا مين اللي بيجي معانا، باي. We gon' make the